السلام عليكم ورحمة الله، لقاء جديد يجمعنا بكم عبر حديث الفن والسياسة. هذه الأمسية برفقة الفنان كمال كيلة، أهلا بك كثير على فن وسياسة. يا مرحب بكم، وأنا ممنون لهذا اللقاء، وإن شاء الله نطرح أشياء أنه جميلة ومفيدة ويستفيد منها كل الناس. نحن اعتدنا في كل حلقة أستاذ كمال أن نتجول ما بين بحور الفن والسياسة، نعم، وهذا سيكون طبيعة حوارنا اللي بيجمعنا بك اليوم. يمكن نحن عايزين نبدأ المشوار من بداياته، وأنت تعود جذورك إلى قبيلة الشلك وتحديدا مدينة فشودة، هذه المنطقة اللي لديها إرث تاريخي وثقافي كبير جدا يشهد له الجميع. نعم، فعلا أنا يعني من المنطقة دي، والدي هو من المنطقة دي بالذات والتحديد، لكن بقول أنه أي منطقة في السودان يعني ينشأ فيها الإنسان أو السوداني يتأثر بثقافة تلك المنطقة وينهل منها كله، وفي الآخر نحن سودانيين. اسمي كمال الدين عثمان علي كيلة، من مواليد كسلة شرق السودان، وشرق السودان طبعا الأستاذة ذكرت أن احنا من الشلك، وفعلا دي الروتس من الشلك، لكن الوالد على حسب عمله أنه كان فيها من قوة دفاع السودان وخريج من مصر، وأتى ولف على كل هذا السودان ونلت كثيرا من الثقافة الشرقية شرق السودان. أنا عايزة أجيب بك يمكن شيء من التفصيل في محطة كسلة تحديدا، كسلة وما بين جذور تنتمي إلى جنوب السودان ونشأة كانت في شرق السودان، أكيد نعم. في تباين كثير جدا كان نعم. بداخل الأسرة في الأفكار وفي طريقة التربية أكيد. والعادات المحيطة بك. وبالتالي عشان كده اتطرقت لك أنه أي واحد بينهل من البيئة اللي نشأ فيها. نشأت في كسلة الجميلة الوارفة، وأول دراساتي طبعا الأولية كانت في كسلة، ومن حظي أنا كان عندي خال اسمه عبد المجيد فرج مالك، وكان أستاذ وبتنقل معه حيث ما يمشي. دي أثرت فيني وهرجع عليها إن شاء الله فنيا في تكويني الفني. بدأت في كسلة الأولية، انتقل إلى منطقة اسمها قلعة النحل، دي برضو في شرق السودان لكن فيها قبائل بتختلف خالص عن كسلة. هنا طبعا البجا والهدندا وغيره، دي قبائل أخرى. قريت شوية، بعد كده انتقلت للوسطى، مدارس الوسطى في خشم القربة، دي بقى دنيا تانية. أهلنا اللحويين وأهلنا الشكرية وناس الدين والدوبيت، دي ثقافات أخرى. أخذت في المحطة دي كمان 3 4 سنة، أخذت منهم كل ثقافاتهم. وبعد كده من خشم القربة مشيت تاني في عقر دار أهلنا الهدندة والبيجا، بيقول لها وقر المدارس المصرية، وأخذت طباعهم طبعا أهلنا البيجا وكلهم وقبائل الأمرأر وخلافهم والبني عامر في هذه المنطقة. بعد كده أتيت إلى العاصمة ومدرسة الكلية القبطية، درست فيها، وبعدين من هنا ابتدت تتبلور الشيء الفني في التربية ذاته هنا، لأن المصريين البحث الفنية بيجيبوا أستاذ للفنون. قبل ما نصل فترة المدرسة القبطية، بعد مجيئكم للخرطوم استقريتوا تحديدا في مدينة أم درمان، وفي أم درمان في منطقة الموردة،
ومعروفة طبعا أن أم درمان اجتمعت فيها كثير من القبائل من كل أنحاء السودان. نعم. بالتأكيد استقراركم في الموردة وتجوالكم اللي سبق وكان في أنحاء كثيرة من السودان كان مجيئكم بتعاطي مختلف ومتباين لعدد كبير من هذه الثقافات، كيف اترجمت بعد استقراركم؟ نعم. هنا في أم درمان هي في الأصح الوالد من مؤسسي الموردة قبل ينتقل إلى كسلة، والآن من حديقة الموردة وانت نازل الشمال 3 شوارع بتلقي عثمان، شارع عثمان علي كيلة لغاية الآن موجود، ده والدي من مؤسسي الموردة. فذكرت كسلة دي كانت آخر محطة قبل الرجوع مرة أخرى، قبل الرجوع وبعد كده انتقل لسنار طقاطو دي آل كيلة، كان هو المامور من الإنجليز هناك، انتقل تاني إلى حتة خشم القربة، وهو بالمناسبة سمى اسم خشم القربة، ده والدي أنا والكتب تشير لذلك. كان عايزين الإنجليز يسموها ذا بوتل نيك، فم الزجاجة، لأن هي البطانة دي كبيرة جدا، ولما تجي على كبر البطانة عشان تطلع لكسلة بتبقى بس كبر صغير كده بتتلمى كلها، فقالوا دارين يسموها فم الزجاجة. قال لهم لا هن ديلا بيعرف الشكرية فم الزجاجة، سموها خشم سودا اليوم الاسم، فصار خشم القربة باسمه. بعد كده انتقل لكسلة، انتقل لكسلة وكان في الحرب العالمية الثانية ضد التليان، هو أسر، كان القائد فأسر وأخذوه إلى أريتريا، يجوا عايدين الليلة وفتحوا دير كله، انتهى به المعاش فعجبته كسلة. هو كان في الموردة لي أخوان إخوة تانية أولاد أبوي الشهيد عميد محمود عثمان علي كيلة في قصر الضيافة استشهد، عندي محمد عثمان علي كيلة، عندي حسن، دين من زوجات أخر غير والدتي أنا. راح كسلة استقر به المعاش، آخر زوجة له كانت سكينة فرج مالك. سكينة فرج مالك دي والدتي أنا، وسكينة فرج مالك دي من أي جنس؟ هي من الشمالية من أهل المحس، الباقيات تلقاه متزوج من النوبة هنا، متزوج من سنار، وزوجاته كلهم الثلاثة الأخر كل واحدة اسمها آمنة 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 آمنة، إلا إذا جاي للشرق اللي كسلة فصار السكينة فرج مالك. وسكينة فرج مالك جدي أنا كان، وهو فرج مالك هو كان يعني بيقولوا الصراف بتاع مديرية كسلة، فحصلت الصلة فطلب منه والدتي سكينة. طيب نحن يمكن نكون تعرفنا على الجوانب الأسرية، أنا عايزة أعرف في فترة الكلية القبطية. نعم. أو المدرسة القبطية عفوا، أنت ذكرت في أكثر من مناسبة يمكن أنه أكثر الفترات اللي بدت فعلا تتبلور فيها هذه الموهبة الفنية. نعم. كانت أثناء دراستك في المدرسة القبطية. نعم. ربما لاهتمامهم بالجوانب الثقافية والفنية دي، ربما لوجود أساتذة أكفاء في ذلك. نعم. الوقت نتكلم عن تلك الفترة. نعم. فأنا كنت بدندن وبنمط يعني بغني للأغاني اللي بسمعها من المزياع وأنا في كسلة وخلافة، أتيت إلى الكلية القبطية لقيت في فرقة زملائي القبال الأساتذة، أستاذ الموسيقى ابتدي يكتشف أنا عندي تمييز فني، ابتدى بدون أشعر أنه يرعاه، يعني طابور الصباح الكلمة قالها كده، وسميل إبراهيم كان برضو دفعتي المذيع المعروف حتى يقترب نشرة الأخبار، سميل إبراهيم يجي سميل الأغنية الصباح للطابور كمال كيلة، وفرقة كونها ليس قليلة، ابتديت أنا أغني للطيب عبد الله، أغني أغاني كده، ابتدت موهبتي تمشي مع السماع الكثير، البسمة، وأنا كنت مليم يعني بسمع العالم كل الموسيقى هي بطلب لي. عملت الفرقة دي، انتقلت بعد كده من الكلية القبطية، نشاطي ما كان قوي، جامعة القاهرة الفرع، فرع الخرطوم، خرطة الخرطوم، قمت عملت لي فرقة
وساعدني في الفرقة كمان أن من بره كان في المعهد بتاع الأستاذ أحمد مرجان، ده له فضل كبير كمان، كان بجوار بيتنا في بحري. ما أثر هذا الأمر على تحصيلك الأكاديمي، خاصة أنه تخصصك كان بعيد جدا لا عن والله، الفن؟ بل كان بيدفعني يعني للحكاية دي. فدار أضيف ليك أنه استفدت من المعهد ده، لقيت ناس أكفاء ودارسين، كونت فرقة ابتديت بيها في الجامعة، ابتديت أظهر في نطاق الجامعة، أنه أستاذ كمال كيلر وبقني، ابتدى في تميز عن شيء جديد. والناس السابقين عني كان الأستاذ شرحبيل أحمد، في الأستاذ بدر الدين هاشم، ده والد الدكتورة منال بدر الدين، كانت في عقد الجلاد وحتى ديل، ابتدوا كان عندهم طرح فني. جات المناسبة اللي أدتني نقلة أكثر، رحلة لجامعة القاهرة إلى الأم مصر. فرحنا الرحلة، ابتديت أنا كفنان من السودان أتغنى بالأغاني اللي عارفينها في مصر، كده رواج، رواج اللي كله وكيلة كيلة كيلة. بدري حبيبي هو يا سيدي، هو يا مصاب بدري، هو لا يسواك لحظك يا تعبني بحق ما سواك حبيبي أنا وآلي. يا الزهر اليانع وقايم في خباك، والعين لغرام شوقا إدباك حبيبي فؤادي، وأني لك هدية يا سيدي، هوي هوي عندي لك هدية. ظالم رفقا لمن حباك حبيبي أنا أسوأ.
أهلا بكم من جديد فن وسياسة برفقة الفنان الغنائي كمال كيلا. كنت بتغني بجاز في ذلك الوقت؟ بغني غنى الجاز. أنا حقيقة هي المدرسة خلتني بيقول عليها الفرانك وعرب والأشياء. يعني كان أنا متأثر بفنان غربي هو كفيف اسمه ريتشارل، بيقول He's a road jack who don't come back no more, no more, no more, no more. He's a road jack who don't come back no more. نحن مرة مشينا ترريرر أهل الجنين ترريرر قابلنا اثنين ترريرر اثنين حلوين تا 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 آه واحدة حلوة ترريرر دي الثانية أحلى ترريرر وقضينا أجمل لحظات ترير في حبي وضحكي وبسمات تريريرر شوف يا حبيبي يا حبيبي اليوم هيز ذا رود جاك دربت ده الرب ايوه ده اول ستايل ايفن في مصر او هنا ده التميز اللي جاب كمال كيلا في الاخر ابتديت اغني به فلقى رواج في مصر شديد وده طبعا غير صعوبة أداء أو حتى فكرة إنك تصيغ الكلمات حيث إنها تتناسب لك مع اللحن الأم دي هي الموهبة اللي أداني لها ربي أنا رجعنا إلى الخرطوم من مصر بعد كده خشيت لي فكرة مصري دي أنا كان ما في معاهد للدراسة غير أحمد مرجان وأنا عايز الجامعة لازم أخلص الجامعة فجيت للدكتور طول بعويض الله يرحمه هذا الراجل يعني عمل بجد لجامعة القاهرة والسودان ككل يعني الله يرحمه فقلت لها دكتور طلبة أنا عايز أمشي القاهرة قال لي آه ليه قلت لي دار أدرس موسيقى مع القانون أنا كنت هنا قضيت أول قانون ثاني قانون فضل ثالثة طلبة عويله قال لي وماله وتركنا الموضوع ده في قاعة الجامعة قابلني بعد 15 يوم استاذ كيلا مرحب مرحب يا دكتور قال لي انت قاعد هنا تعمل ايه قلت له يا دكتور قال لي تروح مصر انت اوراقك في جامعه القاهره الام يلا وما شاء الله يا اذا مصر طوالي حولني وابتديت مسيرتي في مصر ابتديت الدراسه الجامعيه وانا طالب بقى في البدايه كانت في عائق بناخد هنا القانون باللغه الانجليزيه مشيت القاهرة لقيت اللغة الفرنسية جديدة علي دي ده غير الاهتمام اللي أصلاً كان موجه نحو الموسيقى أنا ما قلت أولاً شوف الدراسة كيف دي الصعوبة اللي لقتني ابتديت أدرس فرنساوي هنا ونستني الدراسة الموسيقية بعد فابتديت في فرقة صغيرة نوبية ولها أثر في تكويني الفني الفن النوبي بالذات فرقة علي كوبانا فرقة هي على مستوى عالمي حسب بقت وجدت الفرقة بتاعت علي كوبانا قريب للفن السوداني النوبة أهنا ناس حلفة وأهنا الشمالية دي كلهم الدفوف والقنا يعني تراث سري وقوي معروف ابتديت معهم المشوار الفني أمشي أغني معهم شوية والدراسة الفرنساوية كوني أخش معهد بتاع موسيقى بقت صعبة الاثنين فابتديت فني مع فرقة كوبانا وواصل الدراسة بالصباح وثقافات فنية ما بقول لك دارس فن لكن ثقافات عالمية فنية وصلت بقعد مع الناس الكلها والبلقاه وبنهره بسرعة لأنه ده طريقي خلاص عرفت أنه طريقي هو حيكون الفن ولسه القانون تركت الدراسة بالقانون ولا حاولت أنه تحدث شيء من الموازنة ما بين محبتك للفن والمواصلة واصلت في القانون وأنا الرخصة دي أنا ما دايرة مش عشان استقل بها في القانون القانون هو عبارة عن يعني ثروة معيشتك اليومية هو القانون تعرف الليك والعليك ده هو القانون وفلسفتك كلها ما تظلم الناس وتأخذ حقك بأدب ده غير انه هو مجال كدراسة استحواذي بالكامل يعني على زمنك واهتمامك كدراسة هو يعني استفدت منه أنا من القانون استفدت من القانون كملته قانوني بعد كده جيت للجانب الموسيقي وبصراحة أنا جيت
من مصر يعني فنان، ما بقول لك مكتمل الكمال لله، لكن فنان واثق من نفسه وقدراته وأسلوبه الجديد، وما في حد أتى بأسلوبي أنا. عشان كده لما جيت لقيت العمالقة هنا كل عمالقة الفن السوداني كلهم، غير مثلا أحمد المصطفى وإسماعيل حشيل وغيره، وفي المجال الثاني جاء الشرحبيل أحمد وفرقة، وفي حقيبة الفن بعد أحمد الطيب بتاع. أنت كفنان هنا ما بتميز أنا كده ولا كده، المسميات ده ثاني، ما لي داعي المسميات، فن هو فن. بيشهد لك الجميع أستاذ كمال بأنه غير تميزك بهذه اللونية الغنائية، تميزت بأنك تجاوزت كل القيود القبلية والجهوية الموجودة في السودان. وتحققت أو تحققت عبرك هذه القومية التي نبحث عنها دائما في السودان. ما هي الحاجة اللي أدتني التميز، إذا كان هناك تميز، هو ذكرت لك سانفا الثقافات اللي انتقلت فيها في دراستي وفي يعان شبابي. الكمبيوتر صاحي بلقط أي حاجة، أنت في الصغر كمبيوتر بتاع المخ ده بلقط أي حاجة حواليك تتأثر بها، ودي ثقافة سودانية، دي خلتني خلقت فيني القومية. مشيت كله لقيت السمات كلها في أي منطقة تمشيها في السودان، في إنسان سوداني في منطقة معينة متميز بأنه هو سوداني بغض النظر عن أي حاجة، في سلوكه في سمات مشتركة بين أي سوداني في السودان ده، في وسط وغرب وجنوب وشرب، في سمات فينا في كل السودان. وبعدين بتسأل الأشياء دي إمتى؟ إذا ربنا حاب واحد أنه يطلع خارج السودان، أنت بتتمتع بسودانية غريبة ويتقابلوا سواء من الجنوب الشرق الغرب، عندهم لغة معينة مع أن اللهجات بتختلف واللغات بتختلف، لكن الكيان الإنساني واحد، الشهامة رفعة النخرة والواحد تسير بسرعة ينسار. أي سوداني فيه السمات دي، الطيبة الكرم يتنح عليك أي حتة تقعدي أنت، دي ما في السمات دي بالمناسبة إلا في هذا الشعب السوداني. وأتحدى وأقول لأي حد من ألف بتلقى سماتنا واحدة، هذا هو السودان يعني بصفاتنا وسماتنا. انتهلت من الحاجات دي وابتديت ارسي فيها، يعني ما عندي غنيت بالهند وغنيت بالداغ، لانه في الاخر هو شنو؟ سوداني ومتميز، يعني الوان الطيف او تقول زهرات مختلفه الالوان والروائح في السودان. اشم الليله في شرق السودان مثلا ادروب يحيى اجي يا امشي يا الجنوب مثلا وليام قرر اجي امشي، كلها سمات، وفي الاخر كل واحد له طعمه وذوقه. اهتمامك بلونية محددة في الغناء، غناء الجاز تحديدا، ومصاحبته ببعض الاستعراضات أحيانا وجدت قبول كبير جدا في القاهرة، وقبول آخر أيضا وجدته عبر الفرق اللي انتسبت لها، تلك الفرقة النوبية، بعض المشاركات الثقافية في مهرجانات هناك. عند رجوعك للسودان أيضا قمت بتكوين فرقة، ولكن هذه اللونية من الغناء لم تجد حظها الكبير وسط الأوساط هنا إلا من فئات قليلة يعني نوعا ما. نعم، هي اولا يعني كون ما وجدت قبول، دي انا الحكايه دي برفضها، ما وجدت حظها الكبير بالمقارنه بانواع. انا بمشي لك واقول لك، هي كلمه فرق الجاز ده سميت اسم مجازي. الفن هو تطور، جيل بيعطي جيل ثاني. احنا اتينا وجدنا الحقيبه ابتدت انها تتلاشى، او هي ماشيه مثلا قبولا الكثير، مع انه احنا الفتره جينا نحلو الفرق الغناء الشعبي اللي بيقولوا عليها القناء الشعبي دي، لقينا حظ كبير جدا انتشار في كل السودان. يعني حفله فيها كمال كيلة لازم في فنان شعبي محمد عفض، الاثنين احنا اكتسحنا الحكايه مع وجود السابقين لنا، ودي سنة الحياة. الفن لازم يتجدد، لازم يكون مواكب لكل المسيرة في السودان وبرا، لأنه هي لغة عالمية. فكونه فرق الجاز صنفوها دي فرقة لأنه أتينا بشيء جديد ما سبقنا لوحد، والجديد الجدة وين؟ أولا في الأسلوب واستخدام الآلات الموسيقية،
فرق الجاز هي الفرقة التي أتت بالجيتار والترومبا والترامبول وغيره استخداما مع الفرقة الأوركستراتية البوهيو أوركسترالية. أخذوا منها الناس القدامى مننا استفادوا منها، وكل شيء جديد محارب. فنحن اتسحنا عشان نخش خشينا في الاستايلات بتاعة الفنادق، لأن عندنا آلات بنستخدمها مكلفة وجديدة ولا تحتاج التراب والعفو. مسكنا احتلينا الفنادق الرئيسية والمطاعم كلها في الجاز سيطرنا عليها. بعد كده أتت قوانين سبتمبر، وأقولها بصراحة أنه أيام الرئيس الراحل والله يرحمه جعفر نميري وقفلت هذه الفنادق. كان في مهرجانات برضو عالمية، والحمد لله الآن في المهرجان العالمي بدأ تاني المسيرة أنه الأيام دي، وأهنيه من هذا المنطلق أن أشكرهم على المهرجان ابتدى يعود وفعالياته جميلة حضرتها أنا. نحن الفنادق وقفت، احتكاكنا هنا مع المواطن العادي كانت ما في. وبعدين بيقولوا فرق الجاز أنها انتهت، ما انتهى، ابتدت منها النهضة الموسيقية في السودان. الآلات حديثة ولا من حيث الأداء؟ الآلات الحديثة، هو الآلات في العالم كلها آلات واحدة صارت. الإنسان بيبتدي من آخر شيء علمي وصل للعالم. الآلات في كل العالم بقت السكسفون والجيتار اللي ابتدى منها نحن. ولحظية حسي في حقيبة الفن في الجيتار والسكسفون في البتاع دخلنا الآلات دي. العازفين نحن طلعناهم وعلمناهم، ابتدت ديما النواة بتاعة الفن الحديث الآن. أخواننا من عثمان حسين من الكاتب من غيره ده ابتدوا يستخدموا السكسفون والجيتار لأول مرة. وردي صراحة لعب مع وردي في رحلة شرحبيل، طلع مع وردي شاد للتاريخ، وكان هو بيستعمل الجيتار. الأستاذ وردي قال لي إذا سمحت أطلع معايا الحتة دي أول مرة قمة السودان يتأثر بالجاز. دار أرجع لك أنا عشان ما ينكروا، كل مرة يقول لي الجاز ماشى أثر موجود. طيب الأجيال الجديدة، الأورغن ده عبارة عن آلة جاز كاملة. كل الشباب الحس باب 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 وأكوردن ده، ما هو الساكسفون والبيس جيتار والطبلة حقنا وعالميا ده. أي شاب محمود عبد العزيز، أمسك لأي واحد من المذكورين، فرفور، محمود عبد العزيز، محمد اللمين، وردي، كمال ترباس، أنماط الفن كلهم يستخدمون هذه الآلات. أما بالنسبة للموسيقى الحديثة في السودان نحن الكبار ديل اللعب ليهم الآلات ديل استخدمها منه خريجين مدرسة كمال كيل ومدرسة شرحبيل ومدرسة فرقة العقارب وخلافه، ولغاية الآن هم حاملوا وخطوا الوصمة للأغنية السودانية في الإذاعة والتلفزيون، ولغاية الآن هم اللي بيعزفوا، خطوا البصمة واللاين بتاع البيس جيتار. محمد جبريل ده أول واحد، صلاح بشير أول واحد بتاع جيتار، ولغاية الآن هم الغادة المسكين اتحاد الفنانين الكبار. كيف تقول لي الجاز أنه منتهي؟ والآن أي واحد الأورغن خدت الإيغاء أورغن ياهو حقي أنا اللي بستعمله. أنا كنت وين؟ في الستينات ابتديت بقى انا حاسس ابتدى خلاص من واحد جد اصل اورجن تك 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 حقي انا، الكمانجة الجيتار تك 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 حقي انا دخلت وحد الفرق الجاز اتطورت الفن السودان. ليه يا اخوانا النكران ده ليه؟ وبعدين انا اقولها ومليء فمي، هذا الغناء السوداني اذا ما انتهج النهج الذي ابتدوا في الغجاز لن يتطور الأغنية. لكن بالمقابل أستاذ كمال يعني في أيضا آلات محلية، يعني قد يرى البعض أنه دخول مثل هذه الآلات قد يكون فيه تقول على تلك الآلات المحلية. سلام على السؤال ده، أنا العازف يا أستاذ اتصل لي فيه. أولا شيء الآلات اللي طوروها هؤلاء الخواجات من النحاس، أمسك لي الوازة طاطو بيبي، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، طوروها سرقوها مننا، خطوها سكسفون مي سكسفون سي بتاع
ده أمر بوثق له التاريخ ولا مجرد حديث؟ ده حقنا يا أخواننا. الجيتارات دي برضو نفس الشيء حقتنا. الربابات بتاعت الشروك الكبيرة دي وتمشي بتاعت عنا الشاقية في الطنبور وتمشي مختلف. ده حقنا يا أخواننا. نحن دارين نرجع حقوقنا وما ندي أن المستعمر يقول حقه. يا أخواننا ما عنده أي شيء. الإيقاعات الثقيلة دي حقتنا. قدر ما تنزلي جنوبا قدر ما الإيقاعات التيمبو بيكون قوي. ده حقنا نحن كأفريقيا أفارقة. قدر ما تمشي ولما أن تصل مصر الإيقاع بيكون بقى ضعيف بتاعت الطبلة ألا توترية خلاص. وناس أهلنا ناس حلفة آخر شو وصلوا في البيت الثلاثة طبول باب باب خلاص. المشكلة الأساسية وقلتها وكانت فيها ضجة وأتمنى أي زول يعني لمن دار يقول حقيقة ينقول صادقة من الشخص اللي قالها عشان ما يعمل فتن، لأنه في محور يمكن يجي تاني وأنا أتكلم فيه بتاع الكاشف وما الكاشف. يا أخوانا المزيكا الجاز موجود هو أسر الساحة الفنية والعالمية. وبعدين ما دار أقول لك أنا أسأل السفراء بتاع الدول الزرتة أنا الأفريقية ما قبول غنى كمال كيلة في هذه الجاليات. آخر حاجة المهرجان الإفريقي الثاني في الجزائر 2005 لا 2009 مشى كمال كيلة. لما غنى كمال كيلة كل 52 دولة ما في كرسي طبعا كل الناس مشاركة كلها بتكورك وترقص. البحث القائمة مع أيو إيفل السفير بيقول ليش شنو يا كمال كيلة احنا ظالمينك ظلم الحسن والحسين. بقول مين هل جابوا استيراد واحد فعلا القياس الحقيقي لجماهيرية اي فنان الجمهور الموجود في اي لوساكا جنوب افريقيا اللي بيجيبوا البس بتاعنا نحن بتاع فرق الجاز ده هو اثيوبيا ويوغندا وتنزانيا. الكاميرات دي انا من اطلع اغني الليله في 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 الجزائر الكاميرات دي بتنزل من الارض لغايه تشيل كمال كيلة لغايه الحركات. واي قابل حس يضرب عليه الاثيوبيين كمال كيلة تي في اديس ابابا. يا اخواننا دي ثقافات ما تخلوا ثقافات تتوقل على الثقافات الاخرى. دي ما مشاكلنا نحن كلنا السودان. خلوا الثقافات دي تتفاعل بتطلع السودان الاصح. الداير تصليح نصلحه اللبس شاذ نديه لكن تخلي أي إنسان ثقافته يحكيها بما فيها لأنه موروث من أجداد أجداده في حركته وكل حركة بتعني شيء معين يجوز أنت ما عرفتي لكن هم كأهل منطقة عندهم مضمون. أسأليهم حتى تحكيهم. شاعر وابقى شاعر المستحيل للزمن وقف شوية للزمن وقف شوية للعيون قدرت تقول الكلام عادل يا حبيب الكلام عادل يا حبيب عن جمالك اندهشت انت بنتي اندهشت وانت بنتي انا تهت حربي يدي قادر الله وقادر الله قادر الله وقادر زي عيون الريل الريل
شعري مستل الصوت سمندل شعري مستل والصوت سمندل الخطاوي يا ناس تشيل تشيل في التوبة ناقة الحسن باقة في التوبة ناقة والحسن باقة الغوام يا ناس فارع طويل ماشي تعجب وما شتاني وأقوى ترهيب وما شتاني وأقوى ترهيب والخسر ينا مياس يمين والخسر مياس يمين والخسر مياس يمين نقدر نقول إنه كمال كيلة أصبح سياسي عبر غناء وعبر كلمات وألحان وهذه الأفكار المستمرة التي يؤكد عليها دائما عبر الحديث وعبر الفن. الله يديك العافية. أنا ما لست بسياسي وأنت دايرة جد بيني وبينك يعني المستمعين ما يسمعوا أي فنان سياسي لأنه هذا الفنان هو مرآة للمجتمع يا أخواننا مرآة بيعكس كل السودان في المراية دي. انت وشك شين بقول لك يا زول التشين انت سامح سامح ده الفن الاصيل لا تخاف يلقى المناخ الجيد انتقد لانه كل واحد حيستفيد منه ليش نو ما لي شخصي لهذا السودان الذي نحشقه ونحبه كلنا تقول الصدق وانا متأكد اي زول تقول لك المصدق ماشي هي لأن هي من القلب للقلب والفن هذا يخاطب الوجدان ولا يخاطب أي شيء تاني والفن هو أكبر وسيلة خشة بتخش لك في بيتك بدون استئذان في المذياع والراديو أنت قاعدة نايمة بتسمع بخش لك أنا كمال كيلة يا محبا يا ويقام ديم ديم خشيت استأذنت لا ده الفن لأنه بخاطب الوجدان جوا أي دي من المشاهد استاذ كمال كيلة انا سعيده جدا اليوم بمحاورتك الله يكرمك يا سيدي وبنفس القوه اللي بتاثر بها فينا عبر ادائك الجميل الله بنفس يكرمك. القوه اللي اثرت بها عبر حماسك وحديثك اليوم عبر فن وسياسه استاذ الفنان الغنائي والاستعراضي كمال كيلة حاورناه في فنون الغناء والسياسه فكان صاخب الرد عميق الفكر